تنضم إلينا من بيروت ماري سلم المحلل المالية في الشرق للأخبار. أهلا وسهلا بك ماري. عم نشوف كلنا ارتفاعات جماعية للأسواق، القياديات عم تقود يعني هذه الارتفاعات اللافتة اليوم، لكن أنا سأدخل معك من نافذة التوصيات، توصيات محافظة الاستثمار اللي تابعناها تحديدا على سهم مجموعة تداول القابضة بالحياد من توصية سابقة ب البيع. اللافت أنه هذه التوصية ماري تأتي قبل أو بعد أيام أو يومين أو ثلاثة من أخبار أنه مجموعة تداول يعني استحوذت على حصة استراتيجية في بورصة دبي للطاقة وسيتم تغيير العلامة التجارية. يعني واضح أنه في تنويع في مصادر دخل المجموعة، كيف ممكن أن يؤثر مستقبلا على جاذبية أيضا هذا السهم؟ مساء الخير محمد، يعطيك ألف عافية. يعني فعلا مثل ما أنت ذكرت، دائما بيكون في عنا أخبار هيك إيجابية نوعا ما من قبل الأسواق المالية، وخاصة بهذه المرحلة. يعني السوق السعودي هذا مش أول خبر استحواذ أو حتى مشروع شراكة عم بيعمله مع الأسواق، إن كان خليجية ولا حتى أسواق آسيوية. يعني شفنا بالعام الماضي كان في عنا حتى لإدراجات لعقود آجلة وأوبشنز بالسوق بالأسواق الآسيوية صارت على أسهم سعودية، وهذا أكيد بالتعاون مع تداول. فهذا الموضوع هلأ بهذه المرحلة كتير بيأثر بشكل إيجابي وجاذبي للمستثمرين الأجانب، لأنه وقت بيصير في عنا نحن هذا الانكشاف للأسواق المالية وتحديدا للأسهم تبعها إذا كانت مدرجة بالأسواق، بيكون في لها كتير استقطاب للمستثمرين الجدد والسيولة الجديدة الأجنبية، لأنه بالنسبة لهم هذه الأسواق بلشت تتبع المعايير العالمية. يعني بطلنا نحن عم نحصر الربحية تبع الأسواق بالأساليب التقليدية والتاريخية اللي نحن بنعرفها، بتعتمد فقط على أحجام التداول ضمن الأسواق والكوميشنز أو العمولة اللي بيجنوها الأسواق المالية من وراء التداولات تبع المستثمرين، أو حتى الإدراجات الأولية اللي كانت آخر فترة هي اللي عم تعطي زخم للأسواق المالية. فبالتالي هلأ موضوع الشركات وموضوع الكروس ليستينج وموضوع حتى الاستحواذات ضمن الأسواق المالية ببعضها هي شغلة أكيد بتكون محفزة بالنسبة للمستثمرين وشغلة جدا إيجابية. هلأ ملفت أنت باللي كنت عم تقوله، أنك أنت عم تتبع هذا الخبر بناء على توصيات يعني رفع توصيات من البيع للمحافظة على الاستثمار، ولكن أنا كنت عم أطلع على الخبر كمان ولقيت أنه التارجت برايس يلي محددينه هو أوطى من ما هو عليه الآن صحيح. بالسوق السهم. يعني صحيح بعد محافظ يمكن يعني هذا أعلى من أعلى مستوى إغلاق سجله في جلسة 17 من يناير، أعلى يعني هذا أعلى من مستوى إغلاق هذيك تلك الجلسة، وهي الأعلى منذ يعني أريد أن أقول هي الأعلى منذ نوفمبر في 2022. يعني هذه صحيح يعني ملاحظة صحيح في محلها محمد. منك صح. لا بدي أوصل لك أنا للفكرة يلي كنت بدي أولى، أنه دايما بيوت الخبرة بتعدل بتوصياتها، ونحن هذه شغلة اتفقنا عليها سابقا، بحسب التحديثات أو الأخبار يلي ممكن تصدر من قبل الشركات ويلي هي بتدعم هذه المراجعات. فهلأ تحديد السعر منه السعر العادل بالنسبة للسهم بحسب التوصية، فبنتوقع بعد أنه نشوف توصيات أخرى، وأنت أكيد حتتابع الموضوع يعني وتشوف وين حنصير فيها هذه التوصيات، لأنه دايما وقت اللي نحن بنرفع من توصية بيكون عندنا أمل بأنه السعر حيرتفع، ما بيكون عندنا أمل أكيد أنه السعر حيتراجع. هلا اكيد بيوت الخبره كمان بتعتمد على شغله كثير اساسيه محمد، ولازم نوضحها، انه السعر اللي بيعتمدوه هن هو متوسط سعر، لانه في صناديق استثمار بتتبع هذه التوصيات بتكون مستثمره بهذه الاسهم على اسعار منخفضه اكثر من يلي نحن هلا عم نشوفها. فالسعر يلي هن يمكن بيكونوا عم بيحددوه على اساس 12 شهر من فتره محدده هن بيكونوا بلشوا التغطيه تبعها. فتنكون بس واضحين انه مش دائما ناخذ الاسعار يلي هن بيكونوا حاطينها كتارجت برايس على اساس إن هي المعيار، بدنا ناخذ يعني مجموع التوصيات كلها سوا ونشوف وين بتأدي. واضح انه تفاعل المستثمرين مع الاخبار اللي بتصدر من تداول على السهم عم بتكون جدا ايجابيه، وهي شغله منا يعني فقط مرحليه، لانه المستثمر هلا بلش عم بيشوف بهذه الشركات وهذه الاستثمارات الجديده مستقبل واعد بنمو الارباح والايرادات لهذه الشركه. فبالتالي ما فينا نقول انه في تارجت برايس معين لهذه الشركه، يعني نحن ما عم نجرب انه نحط سقف للموضوع، بالعكس تماما، لانه بس يصير في نمو هلا باي من الشركات اللي هي تشاركت مع تداول او حتى
صار فيها استثمار جديد ونسبة استثمارات أعلى، مثل مثلا هلأ بسوق دبي للطاقة، هيدي كلها مردودة مستقبلة ومتتالية، يعني ما بيوقف بمرحلة معينة، لأنه الاستثمار منه مرحلة فقط، فهي شغلة متكاملة لفترات مقبلة، وهيدي مش بس بتأثر على تداول كسهم بالسوق، بتأثر أكيد على المؤشر وعلى الشركات اللي تابعة للقطاعات المالية، لأنه هي بتخلق دعم أكثر وأكثر بالنسبة لهذه القطاعات، وبتوسع أكثر من المجال والنطاق تبع العمل تبعهم. يعني ماري، أنا بدي أقتبسها من الزميلة نور، الحديث دائما متعة معك. ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار، شكرا جزيلا لك.